هاشم السلاكوي. شرفنا على عملية توزيع مباشرة لمادة الزيت للمواطنين، وهذا بالتنسيق مع تجار الجملة. لجأنا للمرحلة الثانية وهي التوزيع المباشرة للمواطن، وهذا للقضاء على الاحتكار أو تخزين المواد على مستوى تجارة التجزئة أو سوء التوزيع. حقيقة ما كاش الأزمة، ولكن باش نطمنوا المواطن دونك حنا جينا لهنا باش نسربي بطريقة المباشره، باسكو حنا نوزعوا هذه الماده وعندنا لي بوين تاعنا تاع الديتاي. دونك اليوم درنا تحويل لو برينسيبال الفرع الثانوي باش نمدوا ديريكتومون للشعب السومه المقننه 60000.